تحصيل الحاصل إذا كانت العبارة نتيجتها النهائية كلها صواب نقول عنها تحصيل حاصل، وإذا كانت نتيجتها النهائية كلها خطأ شو بنسميها؟ بنسميها تناقض. بنسميها تناقض. يعني هو مثلا مثال، طلع مثال 1/10، بين أن العبارة كاف فإن فاء إذا فقط إذا، ليس كاف فإن، ليس فاء، لا ليس فاء عفوا، فإن ليس كاف، هذولا بتعطي تحصيل حاصل. تركز، بدا بكاف، بدا بفاء، حط كاف وفاء زي ما تعلمنا، صاد صاد، خطا خطا، بعدين صواب خطا صواب خطا، بعدين كون العباره الاولى اللي هي كاف فان نفى، تطلع كلها صواب ما عدا لما يكون صواب خطا بتطلع خطا. بعدين جاب ليس كاف، يعني نفى هذول، خطا خطا صواب صواب. بعدين ليس فاء، نفى هذول، خطا صواب خطا صواب. الان ربط بين ليس فاء وليس كاف باذا فان، يلا يعني ليس كاف وليس فاء هذول الثنتين نربط بينهم في اذا فان، امشي هيك تطلع صواب، هيك تطلع صواب، لا هي خطا، فان صواب المفروض اعطيك صواب هون، هاي خطا عاملينها صواب، فان خطا هاي بتعطي خطا، انه صواب فان خطا بتعطي خطا. هي ليس فاء، عفوا عفوا هو حاليا صح، انا اسف، ولازم احنا نمشي بالعكس، هيك بدنا نمشي احنا، ليس فاء فان ليس كاف، هيك بدنا نمشي، خطا فان خطا بعطي صواب، صواب فان خطا بعطي خطا، خطا فان صواب بعطي صواب، صواب فان صواب بعطي صواب. الان بدنا نربط مين مع مين، خلينا نسال العمود رقم 1 اللي هو العمود هذا قيم صوابه، بدنا نربطهن مع العمود هذا اللي هو العمود الثالث اللي هو رقم 2، نربطه مع بعض بإيش؟ إذا فقط إذا، صواب إذا فقط إذا صواب بعطي صواب، خطأ إذا فقط إذا خطأ بعطي صواب، صواب إذا فقط إذا صواب بعطي صواب، صواب فإذا فقط إذا صواب بعطي صواب. إذا فقط إذا، إذا كانوا القيمتين الصواب متشابهتين بعطي صواب، مختلفتين بعطي خطأ. هون حكينا التناقض هو إيش؟ أن تكون قيم الصواب خطأ كلها،